اهلا وسهلا بيكم النهارده اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الفقره اللي بتحبوها. معانا النهارده امير صلاح الدين، يعني بلاك تيما، يعني نواره، يعني غنى، يعني فن، يعني اي حاجه من الحاجات اللي انتوا بتحبوا تتفرجوا عليها. هو عنده ما شاء الله المقدره لوحده. عرفنا ان انت اصبت بالانيوريزم، الف سلامه عليك. السلام. وده كان حاجه خليتك ان انت تعمل مونولوج فكري ستاند اب جاز. نفسي طبعا اعرف ازاي حولت المرض الى ابداع، بس في حاجات حساسه اكتر نحب نتكلم فيها. جاهز معانا يا امير؟ جاهز طبعا. الفنان امير، نعم، بيحب الملوخيه ولا السوشي؟ ملوخيه طبعا. ساحل ولا جونه؟ شرم الشيخ. بورش ولا فراري؟ افيو. قول لنا موقف محرج ليك. طب قول لنا فضيحه لاي فنان. ايه في ايش الاسئله بتاعتي؟ في ايه؟ طب ما تقولش اسم الفنان. ممكن اسالك انا؟ انت مزيه وهتجاوب على طول. ماشي. ملوخيه ولا سوشي؟ ملوخيه. طب هو متوترش. ما انت مش عارف. ساحل ولا جونه؟ بورش ولا فراري؟ انا ما اعرفش ان الموضوع بيبقى بالصعوبه دي. طب اقول لك سؤال سهل. عايز تمشيها اسئله بسيطه، مش عايز تمشي في الحته الحساسه خالص. يعني ايه فن؟ الفن ده حاجه كبيره جدا جدا، يعني حاجه فوق ما تتخيلها. وانا عجبني السؤال بتاعك ده، وهو الفن حاجه حلوه. الفن انت بتطلق فيه العنان عامه، بس سؤالك ده فتح لي مدرج جديد على سؤال غير متوقع. قول لي امير، يعني ايه فن بالنسبه لك؟ ده سؤال جديد. سؤال جديد. ماشي. الفن مرآة الشعوب. عايز تعرف شعب، شوف فنه بس. لو جبنا امير وحطيناه قدام المرايه، ايه اللي هيظهر لنا في المرايه؟ واحد اسمر كده جميل لذيذ. انا عندي سؤال لبلاك تيما، هو انتوا فعلا عندكم مشكله ان واحد ابيض يجي يخش الباند معاكم؟ يخش الباند يعني يغني ولا يلعب مزيكا؟ انتوا حاطين شروط، لو واحد ابيض ممكن ما يغنيش. في ناس بيلعبوا مزيكا معانا ابيض، في ناس لعبوا معانا غنوا معانا قبل كده ابيض زي هشام اسماعيل. بس بتلغوش على وشهم؟ لا بندي بس كده ايه ريتاتش عشان يبقى لايق على الباليتا بتاعت بلاك تيما. ما ينفعش يبقى ابيض قوي كده، لازم فاهم غمقناه. معقوله؟ حمزه العيلي الوحيد اللي ما غمقناهاش اسماء ابو لذيذ. حسيته باخوه اكتر معاك؟ اخوه كبيره طبعا. طيب انا بقى اسالك سؤال تاني. اتفضل. ويعني ايه مسرح؟ لا انت بتسال كده بقى سؤال، يعني انا ممكن اجاوب لك اجابه دلوقتي. هو المسرح عباره عن ايه؟ انا بسالك. سمعنا؟ المسرح عباره عن ايه؟ طب زي ما قلت لك، الفن مرآة الشعوب، فالمسرح ابو الفنون. تشتمه يعني ولا لا؟ لا لا، ليه ابو الفنون؟ لان هو فيه كل انواع الفن. طب سؤال ثالث. ده سالتك كتر. معلش يا صاحبي. يعني ايه حياه؟ سؤال جميل. يعني التجمع الخامس، يعني الشيخ زايد. انت رحت الشيخ زايد قبل كده؟ انا عايش في الشيخ زايد دلوقتي، عزلت رحت الشيخ زايد. اوكي. ربنا طيب. راح عليا الحمد لله ورحت الشيخ زايد. طب بما انك عايش في الشيخ زايد، قول لنا امير، يعني ايه حياه؟ الحياه عامله زي الدور انت خدته في فيلم وبتكتشف دورك مع الوقت. طب ومين اللي بيكتب السكريبت بتاعها؟ ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. الاول كنت الاول ايه ساعات مش غرور، بس كنت ببقى يعني ضرب الحياه صرمه الحقيقه، كنت اللي انا عايزه بنفذه. لما اكتشفت المرض بالصدفه عرفت ان في سيناريو تاني خالص ربنا كاتبه لي، وانا اللي عامل نفسي اور وبتاع، فمشيت ورا السيناريو اللي ربنا كاتبه بحذافيره الحمد لله. يعني انا كنت ممنوع من ان انا اتجوز، ممنوع ان انا اشتغل الشغلانه دي، اشتغلت الشغلانه دي واتجوزت الحمد لله وخلفت ثلاثه ما شاء الله، وعايش الحمد لله لحد دلوقتي. انا صحيح على شفا حفره، يعني في اي وقت ممكن يحصل حاجه، بس انا سلمت جدا لان ربنا سبحانه وتعالى اللي كاتبه هيكون، سواء عايزك تعيش هتعيش، عايزك تموت هتموت، عايزك تبقى عايش خايف من الموت برضو هو حر. في حاجه تقدر تنصح بيها حد انه يعرف يلحق نفسه من انيوريزم في مرحله مبكره؟ هو مشكله المرض ده ان هو ما بيتعرفش انك عندك المرض ده الا لما الشريان ده بينفجر، فانت بتعرف وانت ميت او انت مشلول. في دكتور من الست الدكاتره اللي بحترمهم ده نصحني النصيحه الوحيد، اللي قال لي يا امير انت ربنا سابك تعيش، انا كنت ببقى مشلول من انت عندك 5 سنين، فصلي الوقت بوقته وتوضى كويس جدا ووصل الميه للمخ خلال الاستنشاء 3 مرات، ده مهمين جدا. طبعا ما كنتش متخيل ان الاستنشاء ده له علاقه بالمخ اصلا. طبعا كل حاجه في الصلاه ليها حاجه في الجسم. يعني ايه امل؟ يعني ايه امل؟
الأمل هو إنك أنت تفضل تحاول وتفشل وتحاول وتفشل وتحاول وتفشل وتحاول لتفشل لحد ما تيأس. طيب أنا كنت عندي برضو أمال كشغة دي قعد دم في أمان، أنا طلعت لازم يبقى في واسطة كبيرة جدا طويلة عشان أقدر أوصل للأمل اللي أنا عايزه. فأنا معاك في فكرة الأمل دي. الأمل بالنسبة لي هو ثقة في الله. وأنا ببني أمال عريضة بنيت أمل طويلة. طب يعني إيه أنت؟ يعني إيه أنا؟ يعني أعوذ بالله من كلمة أنا. أنا ما بحبش أتكلم عن نفسي. أنا مش هتكلم عن نفسي. خلص بعد اذنك انا لا نوع الاسئله دي احنا ممكن نعدي السؤال ده وخليني انا اسالك سؤال مختلف شويه عن الاسئله الكليشيه دي. يعني ايه انت؟ يا سلام اسئله في انا مش فارس ولا فتى احلام، انا زحمه وربكه وشغل جنان، نص بيضحك والتاني زعلان، انا شيخ فلتان، اوقات مشرق اوقات دهتان، وساعات سلم وساعات تعبان، مفتري جدا وكمان غلبان، انا من الاخر عفريت لابس بدله انسان. لا انا عاجبني ان السؤال اداك الالهام انك انت تعمل تكتب الكلمات دي. لا خالص، دي اغنيه قديمه لبلاك تيما من 2007. يعني ما فيش اي اضافه؟ لا لا لا. اسالك سؤال تاني. اتفضل. انت وانت صغير كنت بتروح البحر تنزل المايه وكده؟ اكيد. بالمايو ولا عادي؟ لا عادي. عادي. طب مين بقى صاحبك اللي انت ممكن تنزل صورته بلبوس على الانترنت عادي كده من السوشيال ميديا؟ سويلا. وهو مش هيتضايق؟ هو السؤال ده مش مكتوب هنا. طب بعد اذنك نشكرك جدا يا امير، وان شاء الله نشوفك تاني ونشوفكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من البرنامج اللي بتحبوه، برنامج الفقره اللي بتحبوها. شكرا.